مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم كيكة الجوز والقرفة. كيكة كتير سهلة وطيبة ورائعة مع الصوص، صوص القرفة كمان على الوجه حطيناه، وعن جد عن جد كتير بتعقد. فخامة فخامة وروعة وكتير طيبة. هيدي الكيك إن شاء الله بتنال إعجابكم. هيدا الشكل، شكله كتير رائع بنكهة القرفة والصوص اللي عملناه أنا وياكم. عن جد كتير بتطلع من قلبها طرية وطيبة وكتير روعة. هيدا الشكل محشية كمان من الداخل الجوز، شايفين طرية وبتعقد، ريحتها روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي طحين، بدنا ننخل كل شي نواشف، بنحط كوبين طحين، ملعقة طعم نشا، حطينا ملعقة صغيرة قرفة كمان، ملعقة صغيرة بيكنج باودر. بنخلهم مع بعض، بنحطهم على جنب. موجودة عنا هوني بالجات 3 بيضات، منضيف ملعقة صغيرة فانيلا، فانيلا باودر أو سائلي ما في أي مشكلة، كوب سكر، بخفقهم منيح مع بعض على درجة عالية. بس صار عنا الخليط كريمي بهيدا الشكل، منضيف كوب حليب ونص كوب زيت نباتي، مننزلهم تدريجيا فوق الخليط نحنا وعم نخلط على درجة وسط. رح ضيف شوي شوي من خليط اللي عملته أنا وياكم، خليط الطحين والقرفة والبيكنج باودر، أنا وعم بخفق على سرعة كتير خفيفة. انتهينا من الخفق. عنا هون 3/4 كوب جوز، ممكن تضيفوا انتو نص كوب جوز ما في اي مشكلة،
بدنا نكسر الجوزات بهيدي الطريقة، شقف شوي، شايفين شقف شوي كبيرة بهيدا الحجم، وبحطهم فوق الخليط. بعد ما حطينا الجوزات منخلطهم مع بعض، هلأ منحطهم بالصينية. أكيد عم حمل فرن على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. منحط الكيك بالصينية. بسم الله. هلا بدخل الصينية على فرن حامي مسبقا على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. هيدا الكيك أخذ بالفرن 30 دقيقة. ما بنفتح الفرن قبل 30 دقيقة هالكيك أبدا. بعد مرور 30 دقيقة بنفتح الفرن. عنا هوني موجود عنا كوب ونص سكر بودرة. بدنا نعمل الصوص اللي بدنا نحطه على وجه الكيك. بندخلهم بقلب الكاسة. افضل ندخل السكر عشان ما يكبتل معنا بالخليط بالصوص. ضيف نقطة صغيرة فانيلا، شي بسيط، ملعقتين صغار قرفة، ملعقة اثنين، ضيف شوي شوي حليب وبحرك الخليط. هيدا الخليط اللي تكون عنا، عنا خليط طلع بهيدي السماكة. بقى عنا حليب، يعني استعملت ربع كوب حليب لهيدا الخليط. بدي اقطع الكيك ومنحط الجوز والخليط اللي عملته أنا وياكم على الكيك هو مقطع عشان يفوت الخليط بقلب الكيك. شو ريحة الكيك بتشهي، ريحة القرفة مليانة بالبيت طالعة كمان. بحط الخليط على الكيك. بسم الله. كسر الجوز على الوجه بهيدا الشكل، شقف صغيرة. هلا بعد شوي الكيك بيتشرب هيدا الصوص. بعمل الكيك بهيدا الشكل عشان يفوت الخليط من قطع الكيك.
هذه كيكة الجوز والقرفة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت أعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.